والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونحن الآن في مجزر الشرق الأوسط لمشاهدة مشروع صكوك الأضاحي قبل ذبحها في يوم عيد الأضحى المبارك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وكل عام وأنتم بخير.